All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع زي ما شفتوا في العنوان، انتبه تروح لهذا المكان بعد منتصف الليل، وهذا المكان راح يكون منطقة روينو ريدج. فيلا نخش في المقطع. طبعا منطقة روينو ريدج قريبة جدا من مدينة أنسبرغ. أيضا منطقة روينو ريدج يتم إزارتها من قبل عصابة المورفيز، ومنتشرة فيها عصابة المورفيز بشكل كبير جدا. طيب خلونا أكلمكم شوية عن عصابة المورفيز. المورفيز بكل بساطة عصابة متخلفة من الدرجة الأولى، وأيضا عصابة المورفيز مريضين نفسيا، 100% مريضين نفسيا، لأنه الأشياء اللي يسوونها ما يسويها إنسان طبيعي، وأبدا ما تخش عقل إنسان طبيعي. طبعا زي ما نعرف عصابة المورفيز هم أصلا آكلي لحوم بشر. نعم عصابة المورفيز يأكلون لحوم البشر، يعني يشوفون واحد ماشي كذا يلاحقونه، بعدها يسوولوا كمين ويقبضون عليه ويسوون منه كبسة زي اللهب ويسوون عزومة على حسه. فيعني عصابة المورفيز فعلا أكلي لحوم بشر. إضافة إلى ذلك عصابة المورفيز يستمتعون بتعذيب الناس، يعني لهم طرقهم الخاصة والبشعة في التعذيب، وخصوصا يحبون يعذبون النساء للأسف. فعصابة المورفيز مرضى نفسيين بالدرجة الأولى. أيضا منطقة روينو ريدج تفتقر للشرطة، والشرطة فيها يعني نوعا ما معدومة وما هي موجودة، يعني الشرطة ما تقدر تخش لهذه المنطقة، فالجرائم راح تكثر فيها والأشياء الغريبة راح تكثر فيها. فتعالوا سويا نشوف أول سبب يخليك ما تروح منطقة روينو ريدج. Me and my brothers might be able to help you. I got the horse. This is Murphy Hills, mister. Folks get lost up in these parts, they don't come back. You get my meaning? Real subtle, but I think I read you. Let go of the horse. Let go! This boy's gonna be on his way, and he ain't coming back. Now that's right, keep on till you're gone. Could have had fun with that horse and him too. طبعا زي ما شفتوا وقعنا في كمين عصابة المورفيز، وللأسف الكمين يعني كان محترم ومنظم تنظيم شامل، يعني يمكن تقريبا ما بين 7 إلى 10 أشخاص داهمونا وحاصرونا وصرنا في وسطهم. طبعا ما صعدنا الموضوع لإطلاق النار وتبادل الطلقات، لأنه لو صعدت الأمر فعلا راح نجلد جلد وراح أموت وراح يسوون مني كبسة لهبية، لأني أصلا في وسطهم أنا، فمالك يا خوي إلا أنك تهدي الموضوع وتهدي اللعب. وفعلا هدينا الموضوع، فالمورفيز خلوني أمشي أنا وحصاني وكملنا طريقنا. فهذا هو أول سبب راح يخليك ما تروح هذه المنطقة. That's fire. Mind if I warm my bones? Y'all knew this was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we're gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander.
Come on, let's go. I think you got the message. Go kill you next time. أيضا جانا كمين مرستك من عصابة المورفيز. يعني صراحة عصابة المورفيز ما خلونا نمشي في المنطقة براحتنا، مشينا شوية على طول سوولنا كمين، جينا بنسوي مخيم، جالولنا عيال الذين هذولا وداهمونا، وكلامهم يعني كان فيه له تهديد واضح، وقالوا لنا ترى لو خيمت هنا مرة ثاني راح نداهمك وراح نقتلك وراح ننتف شعرك. وترى فعلا لما تخيم مرة ثاني في يوم ثاني راح يجونك ويهاجمونك ويطلقون الرصاص عليك. يعني نظام عصابة المورفيز مو بس تهديد عشان تخاف، لا، عصابة المورفيز قول وفعل، يجون يحذرونك أول شيء، ما رحت نجي نهاجبك ونقتلك ونسوي منك كبسة لهبية. فصراحة عصابة المورفيز رؤوسهم ناشفة وعصابة صعبة، فراح يكون هذا هو السبب الثاني اللي راح يخليك ما تروح منطقة روينور Rage. Oh, mister, am I glad I found you. I am colder than blue belly hell out here. Could I warm up by your fire just a bit? All right, I guess you can sit a while. Oh, I sure do appreciate this. You won't even know I'm here. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Our entire village has been marked by the demon, stealing our bodies and our minds. And we have all been cursed and ain't nothing we can do but just wait our time. Wait. Why are you looking at me like that? Now, I don't know if I like you, mister. You got the same look my uncle has. I'll take my chances. You stay away from me. طبعا زي ما شفتوا راح تجيك هذه الحرمة بشكل غريب وبشكل مفاجئ، وراح تطلب منك انك تسمح لها تتدفى معك بالنار. انت مخير يا انك توافق او ترفض، لكن لما توافق راح تحكي قصتها وقصة قريتها بوتشر كريك. بوتشر كريك يعني تكلمنا عنها وفصلنا فيها تفصيل كامل، والرابط راح يكون في الوصف. ما علينا، فجأة هذه الحرمة راح تقوم خايفة وراح تقوم مفجوعة منك. يعني فجأة كذا تقوم مفجوعة وخايفة وتقول انت شكلك ما هو طيب، شكلك شرير، وبعدها على طول تهرب من عندك وتفك سبرينتس وبعدها تختفي. فراح يكون هذا الشيء الغريب احد الاسباب اللي تخليك ما تروح منطقة روينو ريج. I ain't well. Hands up. You trying to rob a sick man? I was trying to help. Bullshit you was. You move and I'll shoot you. Lousy bastards. You move and I'll shoot you. Ah! Okay, let's go. Yeah. طبعا زي ما شفتوا صراحة أفكار عصابة المورفيز ذكية وجهنمية صراحة. يعني سمعنا أحد ينادي ساعدوني ساعدوني ساعدوني، أنا مريض أنا مريض. رحنا لمصدر الصوت وحصلنا هذه الخيمة، قربنا من الخيمة طلع لنا هذا الشخص بالسلاح وعلى طول هددنا. يعني أصلا ما طلع مريض ولا حاجة، بل هو كمين ملعوب. بعدها طلع خويه، طبعا حنا كنا مستعدين هذه المرة وقدرنا نقتلهم واحد واحد.
لكن إذا ما قتلتهم ترى راح يجونك وراح يسرقون منك $15 بعدها راح يهربون. فصراحة عصابة المورفيز أفكارهم جهنمية ولهذا السبب انتبه تروح لمنطقة روينو ريتش. طيب جينا لعنوان المقطع، انتبه تروح لهذا المكان بعد منتصف الليل ولا هذا اللي راح يصير لك. طبعا زي ما سمعتوا كانت في أصوات غريبة جدا إضافة إلى همس بين شخصين. صراحة طريقة الهمس وطريقة الكلام كانت جدا مخيفة ويعني تخرش نوعا ما. طبعا لحد الآن موضوعهم مجهول وأمرهم غريب ومريب، وترى فعلا لهم قصة حقيقية. فإذا تبغون نبحث في قصتهم الحقيقية وتبغون نبحث في موضوعهم أكثر اكتبوا لنا في خانة التعليقات كالعادة. طيب شاركونا في خانة التعليقات، هل بعد هذا المقطع راح تروحون لمنطقة روينو ريتش المخيفة؟ طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.